خليني كمان اقول لحضراتكم انه تواصلنا او في تصريحات خاصه لبرنامج السادسه مع الحكم الدولي الجزائري السابق دكتور محمد بشاري، وبالمناسبه هو حكم دولي وشارك في تحكيم كاس العالم ودوري ابطال افريقيا وكمان كاس امم افريقيا، وقال ان طبعا لقطه محمد شريف او كوره محمد شريف هي ضربه جزاء بنسبه 100%، وان لاعب بيراميدز لامس اولا قدم نجم الاهلي وبعد كده لمس الكرة، وده بيعتبر خطأ متعمد. والشيء الملاحظ في اللقطة دي ابتعاد الحكم عن الواقعة، وده كان هو الحقيقة الحكم كان مستغرب انه ليه الحكم جهاد جريشة كان بعيد قوي كده عن الواقعة، وقال ان دي ضربة جزاء صحيحة 100%، وكان من المفترض تدخل الفار واعطاء تعليمات لحكم الساحة بان هناك لقطة تستوجب اعادة النظر في صحتها. معلش يا كابتن انا طولت على حضرتك. لا 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 ما فيش حاجه، وده بيان مهم طبعًا والنادي طبعًا عمله كان طبعًا لازم نقوله للجماهير طبعا ونتابعهم اول باول، وحضرتك ملاحظ الغضب الجماهيري الحقيقه. اكيد.